تحب تفلمها دقزتي يا فيم مش فليم فن الكليم يا معلم. عسلمة مرحبا بكم في الراديو اي اف ام 100.6. هياك العادة باش نعطيكم لابراج يا حمل. اليوم كون ايجابي وخلي الشحنات السلبية بين عليك على خاطر ما عندكش علاش تتحزن. مش كفينا يا مرضي نجريني. حبيت نودعكم على خاطر ماعادش باش نعطيكم انا لابراج باش نمشي نعيش في المغرب على خاطر لقيت العاجل ماعادش حاب نخطف في الراديوات. صحيح ماعادش باش تسمعوني اما باش نخليكم بين ايدي طامينة تحسنوا بين يدين بعيد مع ضدها. يا صحيح مش شرط كيفي اما سير نجيبة سير نسجل يعني ماكش متخشى مني. امشي نسجل قبل ما ننطر به. كيفاش انت تبدا بالحمله كيكا؟ امبوسيبل. لي مهبول ولا يا مهبول يا اختي جايب واحد ما تعرفش تبدا بالحمله من باش تبدا. عسلمة الناس الكل وقيت تري في زهر من عند ايفم. عجبتك الدخله؟ يمشي كمل. به ايه الحمل الحظ يضحك لك اليوم من المشكله اللي سنيه معوجه عنده الثلجة. دونك الحظ ينجم يكون كيف كعبه اللبانه يخرج من الثلجة. سي بون كيكا يخرج روحك. شنو هي اللبان وثلج كامل خلينا نشوفكش باش تعمل. باهي ما راك تستريسي فيا نجيبة. تستريسي فيك. باهي باهي بعد الحمل شنو يجي؟ نجيبة الحمل دو والحمل تروا. ما فور الثور براس ماما يا ثور. اليوم خمم مليح مليح قبل ما تعمل أي حاجة تنجم تندم عليها. ومانيش باش نكون شنطة كيما نجيبة باش نقول لك ربي معاك. عزيك وخليك طيب هوني باش نهبل. بيه انا باش نبدا من يعني من نهار الاثنين وحبيت نقول لك اللي يعطيك الصحه يعني اللي عطيتني لابراج ونعرف اللي باش يتوحشوك العباد. دونك شنو تحب تقول لي نجيب؟ نحب نقول لك افرح بشمعت لي في ما تخدمني خشيت حتى برج. يا خليكم يا خليكم بعد قست لا ما عادش قست في ما خليكم بعد رشكوني هذا ايش سجل دقزتي يا فيم مش افلام فن الكليم يا معلم.